الأسواق في حالة من الحيرة، لأنه التضارب الكبير الذي نشهده في الأرقام الاقتصادية نوعا ما أصبح يعني لا يعطينا إشارة واضحة ما الذي سيقوم به الفيدرالي، وقد نكون في مرحلة يعني أو الفيدرالي قد يكون في مرحلة ورطة لأكثر من سبب، وذلك لأنه أولا إذا نظرت إلى الأرقام التي صدرت خلال الفترة الماضية، على الأقل أحد المفاجآت التي كانت معدلات النمو 1.6%، هذا الرقم ليس برقم بسيط، لسبب: أولا هو أقل من نصف النمو الذي سجله الاقتصاد الأمريكي في الربع الأخير من العام الماضي، أقل بكثير من التوقعات وأقل من النصف. هذه من جهة. الجهة الأخرى، لدينا معدلات التضخم لا زالت تسجل أو تظهر التصاق بشكل كبير جدا. أرقام يوم أمس، مؤشر على الأقل مؤشر التوظيف أو مؤشر تكلفة التوظيف، كذلك الأمر أظهر المزيد من المفاجآت. لذلك لدينا احتمالية الركود لا زالت واردة. التباطؤ بشكل عام، إن نظرت إلى معظم الأرقام، تباطؤ واضح، بينما التضخم لم نشهد فيه مزيد من التحسن نحو الأسفل، والآن بانتظار الأرقام التي ننتظرها خلال جلسة يوم الجمعة. جميع هذه الأمور تعيد المخاوف للأسواق بأنه قد نكون قريبين من مرحلة الركود التضخمي، وهذه آخر السيناريوهات التي يريدها الفيدرالي الأمريكي. بالمقابل، بقية البنوك المركزية قد تضطر للتحرك قبل الفيدرالي هذه المرة. لذلك الذي نشهده من تضارب وعدم وضوح الرؤية سيصعب يعني ما يقوم به الفيدرالي، خصوصا خلال اجتماع اليوم. هل سيكون أو هل سيحاول التوازن؟ من الصعب جدا أن يحاول الفيدرالي أن يكون متوازن في بيانه اليوم في ظل ما شهدناه من تضارب مؤخرا. طيب نور الدين، يعني أبقى في نفس النقطة التي يعني سألك عنها محمد، وهي ما بين نتائج مالية. يعني من رأى آثار هذه النتائج على الأسواق ظن أن السوق عاد مرة أخرى لربما حتى يقترب من مستوياته القياسية، لكن انعكست الصورة بعد البيانات الاقتصاد الكلي السلبية. يعني السؤال مرة صحيح. أخرى هو لمن ستكون الغلبة في هذه الجولة وفي هذا الماراثون بين الاثنين، نتائج مالية ومؤشرات اقتصاد كلي، وهل ستمتد ربما هذه المواجهة إلى جولات أخرى أيضاً؟ الغلبة دائما ليست للأرقام الحالية، بينما الغلبة دائما لتوقعات المستقبل. الأسواق لا تسعى شيء لا تعلمه، الأسواق تسعر دائما ما هو آتي في المستقبل بناء على التوقعات. كمثال، نتائج شركة تسلا على سبيل المثال أتت سيئة جدا، بينما التوقعات المستقبلية لما تم الحديث عنه خلال هذا العام أدت بالسهم إلى العودة للارتفاع، بالإضافة إلى ما تم أيضا الإعلان عنه بالاتفاقات التي حصلت في الصين. كذلك الأمر، نتائج الشركات لا زالت أي نعم قوية، لكن التوقعات المستقبلية في ظل إبقاء معدلات الفوائد عند مستوياتها المرتفعة لفترة أطول مما كانت تتخيل الأسواق، هذا الشيء الذي يعطي إشارة واضحة بأن نتائج الشركات الإيجابية حاليا قد لا تستمر لفترة طويلة في ظل ارتفاع تكاليف الاقتراض. لذلك مرحلة التصحيح التي بدأناها قبل حوالي تقريبا 4 أسابيع قد تمتد لفترة أطول، لكنها ليست بالسيئة بكل الأحوال. بعد أن وصلت جميع الأسهم إلى مستويات تاريخية، من الجيد أن نشهد بعض التراجع، من الجيد أن نشهد نوع من التراجع التصحيحي المطلوب لكي لا نصل إلى مرحلة الفقاعة. لذلك أميل أكثر إلى مرحلة استمرار التصحيح لكي تعيد الأسواق على الأقل، حتى نشهد ولو بشكل بسيط وضوح للأرقام الاقتصادية، لأنه حتى هذه اللحظة أرقام إيجابية من جهة وأرقام سلبية من جهة طيب أخرى. نور، سأطرح عليك سؤال يعني يطرح فكرة جدلية ربما، لأنه استوقفني وصفك لأنه بأنه الفيدرالي قد يكون في ورطة، وهل تسرع ربما في تقديم التوقعات السابقة لعدد مرات الخفض؟ عندما تحتسب السوق الآن خفض واحد هذا العام، هل يمكن وضعه في سياق أنه السوق يعني هذه التوقعات تعكس ثقة بسياسة الفيدرالي الأمريكي، أم أن السوق تشكك بقدرة الفيدرالي على التحكم أو ترويض التضخم؟ لا اعتقد انه الفضه او الفضه لا اعتقد ان الاسواق تشكك في قدره الفدرالي لسبب مهم. الاسواق في بدايه العام كانت تسعر امكانيه الخفض 6 مرات، الفدرالي قال للجميع من البدايه بانه لا نتوقع اكثر من احتماليه الثلاثه، ما بين 3 الى مره لا يوجد مارجن كبير، بينما المارجن الكبير او الهامش الكبير كان ما بين 6 مرات
إلى مرة واحدة. المرحلة التي وصلنا إليها حالياً هو أنه أصبح الفيدرالي، لماذا الورطة؟ أصبح الفيدرالي بأنه من الصعب عليه حتى رفع أسعار الفوائد، لأنه أصبح متأخر في الرفع لو في كانت هناك فرصة للرفع، وأصبح كذلك الأمر متأخر عن الخفض. فالوضع الحالي يعني في حالة من عدم اليقين، لكن موضوع أنه فقد الثقة بالفيدرالي، لو فقد الأسواق أو لو فقدت الأسواق الثقة بالفيدرالي لما كانت الأسواق عند هذه المستويات التاريخية أو قرب هذه المستويات التاريخية. نعم. طيب نور الدين، يعني خلال بعض الفترات التي شهدت فيها الأسواق ارتفاعاً، كان مؤشر راسل 2000 للشركات الأصغر لا يتفاعل بذات الإيجابية، كان حتى في بعض الجلسات يتراجع في ظل ارتفاع للأسواق الرئيسية، ولكن الصورة يعني خلال هذه الفترة القريبة مختلفة، حتى مؤشر راسل 2000 يرتفع مع الأسواق. ماذا نفهم ربما من هذه الارتفاعات المصاحبة ومدى خطورتها على الشركات الأصغر في الولايات المتحدة؟ هناك المرحلة الحالية من الممكن الحديث عنها أنه مرحلة روتيشن، بمعنى تذكر خلال الفترة الماضية أو خلال العام الماضي تحديداً كان أكثر الأسواق أو أكثر الأسهم التي أدت إلى تعافي الأسواق كانت ما يعرف به الماجنيفيسنت 7، أو كانت سيلكتيف، يعني لم تكن كل الأسواق ترتفع بشكل عام، بينما كانت مدعومة بالشركات الكبرى أو السبع الكبار بناء على توقعات موضوع الاي اي والذكاء الصناعي، وأنه هذه الفكرة ستؤدي إلى نتائج شركات أو نتائج شركات بشكل أفضل من كبير. لكن بعد أن وصلنا إلى مستويات تاريخية، بدأنا نشهد انسحاب من أسهم التكنولوجيا والذهاب نحو الشركات الأخرى لتدعم الأسواق. بالمقابل شهدنا التراجعات الكبيرة التي شهدناها في أسهم التكنولوجيا. عندك أسهم التكنولوجيا الآن من أعلى مستوياتها في التاريخ أكثر من 30%. على سبيل المثال لديك مثلا انفيديا، لديك اي ام دي يوم أمس كانت نتائجهم، لديك أيضا انتل. فهناك مرحلة روتيشن بأنه انسحاب من بعض القطاعات والذهاب إلى قطاعات أخرى، وهذا شيء أيضا ليس يعتبر بالشيء السلبي، بل على العكس هو شيء جيد أن تتحرك الأموال من قطاعات كانت قد وصلت إلى مستويات تاريخية، ونذهب إلى قطاعات تعتبر حيوية، وخصوصا لما نتحدث عن الشركات الصغيرة والمتوسطة، هي بالنهاية عمود الاقتصاد. لذلك لا أعتبر أنه شيء مخيف أو شيء مقلق، بقدر ما هو يعتبر روتيشن طبيعي مطلوب لكي نشهد استمرارية في الدورة الاقتصادية أو في دورة أو الدورة المالية للأسواق المالية بشكل عام. نور الدين مفيد الحموري، كبير استراتيجي الأسواق في سكويرت فاينانشال، شكرا جزيلا لانضمامك معنا للحديث حول اتجاهات الأسواق الأمريكية.